أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد خلق الله سبحانه وتعالى كثير من المخلوقات لا يعلمها إلا عدد قليل من العباد، أو لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فدرسنا النهاردة إن شاء الله بيتحدث عن جنود لا نعرفها، ومن دروس القراءة المقررة علينا هذا العام. تعالوا مع بعض نقرأ ملخص الدرس في سورة أسئلة وأجوبة. السؤال الأول: أين تعيش العناكب؟ تعيش العناكب على الأرض أو في حفر داخل الأرض أو في أعشاش تبنيها من خيوط الحرير بين فروع الأشجار والصخور أو على الجدران. نيجي بعد كده لأي مجموعة تنتمي العناكب. العناكب لا تنتمي إلى مجموعة الحشرات كما يظن كثير من الناس، يبقى إذن العناكب مش من الحشرات ولكنها من أقربائها، فهي تنتمي إلى مجموعة العناكب. نيجي بعد كده، ما الفرق بين الحشرات والعناكب؟ الحشرات لها 6 أرجل بينما العناكب لها 8. كذلك فإن الحشرات ينقسم جسمها إلى 3 أجزاء: رأس، جسم، رأس وصدر وبطن. أما العناكب فلها رأس وبطن فقط. نيجي بعد كده، كيف ظلم الناس العناكب؟ ظلم الناس العناكب لأنهم كانوا ينظرون إليها على أنها رمز للخراب والفناء والأماكن المهجورة. إيه فوائد العناكب لينا بقى؟ فوائد العناكب إن هي بتخلصنا من الذباب والبعوض والحشرات والجراد، بالإضافة إلى الحشرات الضارة بالنباتات والمزروعات. نيجي بعد كده سؤال 6: وضح كيف تقوم العناكب باصطياد فرائسها؟ تقوم العناكب بنصب شبكة كبيرة من الخيوط، وتنظر حتى إذا وقعت فريسة فإنها تسرع وتهز الشبكة حتى تزداد الفريسة التصاقا بالخيوط، ثم إذا التصقت الفريسة بالخيوط تسرع إليها وتلفها بمزيد من الخيوط لتقيدها وتشل حركتها، ثم بعد ذلك تتغذى عليها وتأكلها. نيجي بعد كده، كيف كرم الله سبحانه وتعالى النمل؟ كرم الله النمل أنه ذكره في القرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، كلنا عارفين هذه القصة. سن 8: ما أهم مميزات النمل؟ أنه حشرة اجتماعية من الطراز الأول، حيث يعيش في جماعات من مئات الأفراد في مستعمرات كبيرة. سن 9: أين يعيش النمل؟ يعيش النمل في مستعمرات كبيرة على شكل ممرات متصلة بعضها ببعض تحت الأرض أو جدران أو في الجدران أو جذوع الأشجار. سن 10: حياة النمل تشبه إلى حد كبير حياة الإنسان. وضح ذلك إزاي بقى؟ إن النمل يعيش حياة اجتماعية تتكون من جماعات، وكل جماعة تتكون من مئات الأفراد، ويبني النمل المدن ويشق الطرق والممرات وينظم العمل بين أفراده. يقوم النمل بتخزين الطعام أيضا مثل الإنسان، ففي فصل الصيف يجتهد من أجل جمع الطعام لاستخدامه في فصل الشتاء. بعض أنواع النمل يربي أنواع أخرى من الحشرات حتى تكبر ثم يأكلها. بعد كده 5: بعض أنواع النمل يزرع بعض أنواع النباتات ليتغذى عليها، مثل زراعة عش الغراب لكي يتغذى عليها.